مرحبا من جديد. تأكيد على رفض أن تعصف في لبنان حرب إقليمية. لهذا جاءت زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى لبنان حاملا معه مبادرة جديدة إلى المسؤولين اللبنانيين في سياق الجهود الفرنسية الرامية إلى تفادي توسع الحرب، سيما مع تصاعد القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله منذ منتصف أبريل وبلوغ القصف مسافات أعمق بحسب يونيفيل. سيجورني وخلال لقائه بالمسؤولين اللبنانيين قال إن لبنان لن يدعى إلى طاولة المفاوضات من دون رئيس منتخب، لافتا إلى رفض السيناريو الأسوأ وهو الحرب الإقليمية، ومشددا على أن كل الأطراف تسمح ليونيفيل بالقيام بمهامها كاملة. من جهتهم أكد مسؤولو لبنان على أن التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701 يحقق الاستقرار المنشود مع ضمان التزام إسرائيل بتنفيذه. من بيروت ينضم إلينا غسان حصباني نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق والنائب في البرلمان اللبناني. استاذ غسان مرحبا بك معنا. بكانون الثاني قدمت فرنسا فعلا مبادرة للبنان وإسرائيل من أجل التوصل إلى تهدئة والاحتواء التوتر عند الحدود المشتركة، لكن هل ما زالت المبادرة ذاتها مجدية أم أن الظروف تغيرت؟ يعني كل مبادرة من شأنها أن تهدئ الأوضاع وتعمل باتجاه تطبيق قرار 1701 هي يعني مبادرة مرحب بها ولها حظوظ أن تنجح في ظل الظروف الراهنة، لكن الإشكالية هي من يتعامل مع هذه المبادرة، لأنها حتى اليوم هم يتعاطون مع حكومة تصريف أعمال، مع حكومة لبنانية يعني ليست هي من تأخذ قرار الحرب والسلم، وحتى لو كان هناك موافقة مبدئية على موضوع تطبيق المبادرة الفرنسية يبقى هناك التفاصيل ومن سيطبقها على الأرض. لذلك هناك دور أساسي لقوى الأمم المتحدة وللجيش اللبناني في فرض هذا التطبيق، وأن يكون هناك أيضا يعني قبول من كافة الأطراف المعنية بالتهدئة. ولكن إذا كان هناك طرف من الطرفين أو الطرفين لا نية لهم بالتهدئة أو ليس لهم مصلحة بالتهدئة، فقد يكون هناك عقبات وعراقيل كبرى أمام هذه المبادرة. طيب، منذ بداية حرب غزة استاذ غسان بدأت المناوشات بين حزب الله والجانب الإسرائيلي، لكن الطرفان التزما لنقل قواعد الاشتباك أو بحسب البعض قواعد الاتفاق، ذهبوا إلى أكثر من ذلك. ما الذي تغير الآن واستدعى حضور الفرنسي؟ لا، في الحقيقة تخطط قواعد الاشتباك ما نراه اليوم هو حرب، وما قاله الوزير الفرنسي كلمة أساسية، قال لو لم يكن هناك حربا في غزة لكنا اعتبرنا ولكان العالم اعتبر ما يحصل في لبنان حربا كبيرة أو حرب، حالة حرب، لكن ما يحدث في غزة يجعل ما يحصل في لبنان وكأنها يعني جبهة ثانوية أو يعني جانبية، لكن لا، ما يحصل في لبنان أوسع من قواعد الاشتباك التي كان اتفق حزب الله مع الجيش الإسرائيلي والسلطة الإسرائيلية عليها تحت يعني موافقة إيرانية طبعا في المنطقة، لكن ما نراه هو أوسع من قواعد الاشتباك العادية، ولكن لم يصل إلى مستوى حرب شاملة، لكنه هو حرب. هناك أكثر من 10 قرى في لبنان شبه مدمرة، أكثر من 100,000 مهجر من الجنوب اللبناني، وهناك كلفة اقتصادية كبيرة على الاقتصاد اللبناني وعلى المجتمع اللبناني، فهي حرب حقيقية أكبر من قواعد الاشتباك التي تعودنا عليها في العقد الماضي بين حزب الله والإسرائيليين. أستاذ غسان، 18 عام مضت على استصدار 1701، لماذا يصر المسؤولون اللبنانيون اليوم تحديداً على إعادة تطبيق هذا القرار؟ لأنه لو كان قد طبق لما كنا في هذه الحالة اليوم. 1701 خلافاً لما يحصره البعض بنقاط قليلة يتضمن أموراً أساسية وجوهرية كبرى للحفاظ على الاستقرار في لبنان. يعني البند الثالث على سبيل المثال في 1701
يتطرق إلى بسط سلطة أو سيطرة الحكومة اللبنانية الشرعية على كافة أراضيها، ويتطرق أيضا لقرار 1559 الذي تكلم عن نزع السلاح الغير شرعي على الأراضي اللبنانية وضبط الحدود وبسط سلطة الدولة على كافة أراضيها وتطبيق الأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف أيضا، وإضافة إلى قرار 1680، إضافة أيضا إلى اتفاقية الهدنة التي يتطرق إليها منذ عام 1949. فهو اتفاق شامل وليس فقط انسحاب تكتيكي من هنا ومن هناك طيب عن الحدود. على سيرة البنود، في بند واضح ب 1701 يقضي بمنع الدخول أو الإمداد العسكري لأي فصيل خارج الجيش. طيب اليوم نعم. إسرائيل وأمريكا تدعيان بأنهما غير قادرتين على منع تدفق السلاح من إيران لحزب الله. اليوم يسأل، هل تستطيع الدولة اللبنانية نزع سلاح حزب الله؟ أقله تستطيع منع تدفق السلاح الجديد، وهو من خلال ضبط الحدود إذا كان الجيش اللبناني وهو قادر على ضبط الحدود، وإذا كان مدعوما بقرارات ومتابعة لتنفيذ هذه القرارات دوليا ومحليا، وهذا ما يعني يدعو إليه سائر اللبنانيين خارج البيئة الضيقة لحزب الله. يمكن للجيش اللبناني أن يضبط تدفق هذا السلاح، وأيضا يمكن أن يتم ضبطه عبر يعني وجود قوى من الأمم المتحدة تساعد الجيش اللبناني على ذلك. وإذا تم تجهيز الجيش اللبناني بشكل أفضل، نعم باستطاعته القيام بذلك. وضبط السلاح ليس فقط يعني منع السلاح من التدفق، هناك أمور أخرى يعني إضافة إلى التمويل ووقف التمويل وضبط التمويل وأمور أخرى تساعد بهذا الاتجاه. طيب. طبعا إذا التزمت إسرائيل بالقرار لنقل، هل سينسحب يعني حزب الله شمال نهر الليطاني أم سيطالب مجددا بالانسحاب من مزارع شبعة وتلال كفر شوبة؟ يعني فإذا اليوم إذا كان الربط بين غزة وما يحصل في الجنوب، هذا الموضوع لا علاقة له بموضوع غزة، فيمكن أن يفتح موضوع آخر من جديد ونعود إلى الدوامة القديمة. البعض يقول في حال منع نتنياهو من اجتياح رفح ربما يتقدم إلى لبنان، هيك الحكي هلأ؟ في احتمال كبير نعم، والاحتمال ليس ضئيلا في هذه الحالة، خاصة أن الجبهة يعني الجنوبية من وجهة نظر لبنان أو جنوب لبناني بوجود حزب الله وسلاحه ضمن 10 كيلومترات أقله يشكل خطرا على شمال إسرائيل وعلى إعادة المستوطنين إلى شمال إسرائيل، هذه من وجهة نظر الإسرائيليين طبعا. لذلك اليوم إذا أردنا تهدئة شاملة على الطرفين أن يلتزما بالقرار 1701 برعاية دولية وضمانات دولية أيضا، وبما أن المجتمع الدولي مهتم جدا بالتهدئة في هذه المرحلة، يمكن لهذه الضمانات أن تكون جدية أكثر من السابق وأن تحمل على محمل الجد أكثر من العقدين تقريبا الماضيين منذ اتفاق أو منذ قرار 1701. لكن البعض يقول أستاذ غسان يعني العلاقات الممتدة من الضاحية الجنوبية إلى بغداد وصولا إلى طهران أعمق ربما من أن تسمح بوقوف هؤلاء الممانعين يعني على الحياد، سيما أنه في حديث عن الشغور الرئاسي وعدم حضور لبنان الرسمي. يعني لا شك أن هناك يعني تمدد واضح منذ ثمانيات القرن الماضي يشمل من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان، وهو شاطئ المتوسط أو شرقي المتوسط الموقع الاستراتيجي، ورأينا اليوم بداية الاستفادة الحقيقية من هذا التمدد، لأنه بالتوازي كان هناك تمددا في العقد الماضي أو أكثر بقليل نحو اليمن وباب المندب، فأصبح هناك مثلث بين شرق المتوسط باب المندب ومضيق هرمز تسيطر عليه إيران أو تحاول أن تسيطر عليه إيران، وهذه الإمدادات الاقتصادية إمدادات الطاقة من الشرق إلى الغرب إلى أوروبا، ورأينا أثرها اليوم عندما تحركت هذه النقاط مع بعضها البعض.
أحبوا أن يسمونها جبهات مساندة لفلسطين، لكن الشعب الفلسطيني كان أكثر تضررا من هذه الجبهات مما هو استفادة. لكن الحقيقة هي أن إيران تفاوض على هذه الجبهات وعلى هذه القنوات الاقتصادية الاستراتيجية التي أحكمت على سيطرتها في العقود الماضية، وهي لن تتخلى عنها بسهولة. لذلك هناك صعوبة، وقد يكون هناك صعوبة بالنظر فقط إلى الوضع في جنوب لبنان بمعزل عن ما يحصل في هذه الاستراتيجية الواسعة. شكرا جزيلا من بيروت غسان الحسباني، نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق والنائب في البرلمان اللبناني، على مشاركتك معنا.